نرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن الفرة، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد الفرة، مساء الخير. حركة حماس إذن تؤكد رسميا استشهاد السنوار. ماذا يشكل هذا الحدث وهذا الغياب على مسار المواجهة وعلى حركة حماس بالخصوص؟ المشاهدين والرحمة لشهداء فلسطين، واليوم ترحم على الشهيد السنوار وهو يقضي مقاتلا يصنع صورة تراجيديا مختلفة في هذه المعركة، ويعكس كيف أن القائد السياسي هو أيضا من الممكن أن يكون عسكريا ويحمل السلاح ليدافع عن أرضه ووطنه. هو من حيث الثورة ثائر، وهو من حيث السياسة رجل مفاوض صعب، وهو من حيث العسكرية مقاتل شرس يقاتل حتى الرمق الأخير. وشاهدنا على شاشات التلفزة كيف كان يعني يواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة وهو مصاب، ويقذف بما في يده من عصا نحو طائرة الدرون، وهو الذي كان يروج الاحتلال أنه يتخفى تحت الأرض أو يتخفى بين المدنيين أو حتى يتضرع بالرهائن والمحتجزين، ولكنه هو ذلك القائد الذي يقاتل إلى جانب رجاله، وهو يكسر بذلك مشهدا لطالما حاول الاحتلال صناعته في عقليات وعقلية وذهنية أبناء هذه الأمة لكي يكون ملهما للعالم وللأمة ولكل الأحرار أن من يقود مشاريع التحرير إنما هم رجال آمنوا بهذه المشاريع وهم جزء من هذه الأمة ومن هذا الشعب والوطن، ولا شيء أغلى من أن يقدموا أرواحهم في سبيل هذا المشروع. إسرائيل بين قوسين لعلها أخطأت خطأ فادحا عندما سمحت لهذه الصور التي أشارت للسنوار وهو يعني يرتدي بزته العسكرية وبالدرجة الأساسية الجعبة العسكرية، وهو يعني بين مقاتليه ويظهر في هذا المشهد. ظنوا أن هذا المشهد قد يكسر السنوار، ولكن هذا المشهد هو الذي كسر إسرائيل وكسر هذه الصورة النمطية التي لطالما في الفترة الأخيرة ما حاولت إبراز تفوقها الاستخبارات واصطيادها للمجاهدين والقادة ولمسؤولي العمل المقاوم، لكنها اليوم تظهر هذه الصورة، فيظهر مدى عوار هذا الاحتلال ومدى ضعفه مقابل تجذر من هم أصحاب حق ومن هم أصحاب مشاريع مقاومة حقيقية على أرض فلسطين. السنوار يقضي ويبقى المشروع، وهو يعني الذي استكمل الراية بعد إسماعيل هنية الذي قال إذا يعني قام يعني إذا قضى فينا سيد قام مكانه سيد، وهو هنا راية تستكمل ومسيرة تتواصل، وهذه قصة شعب لم تبدأ من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وإنما بدأت منذ زمن عندما كان الاحتلال الصهيوني على شكل عصابات يحاول أن يسرق أرضنا ويحاول أن يعني يسطو على مقدساتنا. لا يمكن أن نتجاوز حالة الاحتقان والعدوانية التي ولدها الاحتلال الصهيوني في هذه المنطقة وفي أتون هذه الحرب، إذ تجاوز كافة الخطوط الحمراء وداس على كل معاني الإنسانية والكرامة، ولكن هذا يؤكد أننا يجب أن نحافظ على ما تبقى من حقوقنا وأن نستمر من أجل تحقيق المزيد من المكاسب. هذا هو لسان حال الشعب الفلسطيني اليوم، وهذا ما يمكن قراءته من مشهد صمود وتضحيات هذا الشعب المعطاء. كل من يعني كان قد تحدث في يوم من الأيام عن السنوار وأنه يدير المعركة وهو غير آبه بالمدنيين، واليوم ينظر كيف السنوار يقضي شهيدا وهو يقاتل بشرف ليحمي عرضه ويحمي بيته ويحمي أرضه ويحمي شعبه. هكذا تكون القيادة وهكذا يعني يصنع الرجال حريب أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل يعني أمهات
أمهات هذه الأمة أن تربي أبنائها كما ربي السنوار وكما أنتجت فلسطين هذا القائد. وفلسطين ذاخرة بالقيادات وذاخرة بالأسماء الكبيرة التي لطالما صنعت علامات فارقة في هذا التاريخ. يعني كثيرون تساءلوا يعني عن أن المحتل في العادة يزور الأحداث ويغالط جمهوره ويغالط العالم. في هذه المعركة الأخيرة للسنوار عجز فيما يبدو المحتل على تزوير ما حدث، يعني الرواية تقريبا قريبة مما حصل. لعلك تبعت تفاصيلها، ما أهم ما استوقفك في الرواية الإسرائيلية لما حدث؟ يعني فكرة أن الاحتلال حاول في البداية، طبعا احنا نتحدث عن تضارب بين قادة الاحتلال في اللحث حول إخراج هذا المشهد، ولكنه مشهد في النهاية آل عليهم ولم يكن معهم. خرج وزير الدفاع، ومن ثم خرج رئيس الأركان، ومن ثم خرج نتنياهو، وقبل ذلك طبعا وكله سربت الصور عبر مجموعات للجنود. في بالمناسبة في كان بعض هؤلاء الجنود تواصلوا مع جنود أصدقائهم ممن هم على جبهة لبنان، وهناك بدأت أولى الصور تظهر على إحدى يعني قنوات التليجرام، ومن ثم تم إزالتها. هذا المشهد اللي في لحظة من اللحظات يظهر عدم سيطرة كاملة، عدم إحكام في الرواية. ولاحقا عندما جاء الناطق العسكري وخرج ليخرج برواية متكاملة، حاول أن يحلل في بعض القضايا وأن يقدم معلومات في قضايا أخرى، فهو قدم معلومات تتعلق بالكتيبة التي اصطدمت، وكتيبة أنها كتيبة مشاة، وأنه هذه المجموعة ليست مجموعة كوماندوز أو وحدات خاصة، أو أنها تتبع إلى يعني قطاع خاص، لا هي عبارة عن وحدة مشاة اصطدمت بقتال اعتيادي وطبيعي. هذه المنطقة فعلا هي منطقة قتال، هذه المنطقة لا يوجد فيها سكان مدنيين، وحتى المقاومون الذين يتواجدون في هذا المكان هم يتواجدون على قدر العمليات وعلى قدر الأعمال القتالية. أيضا المعلومة التي أشار لها من ناحية التحليل، عندما حاول أن يربط ما بين وجود السنوار مع الستة أسرى الذين قتلوا مؤخرا في رفح، وهو يظن أن رفح غريبة في تضاريسها على الناس وعلى المتابعين وعلى المحللين. الستة الذين قتلوا في يعني نفق في المنطقة الشرقية ناحية حي السلام، أي منطقة قريبة جدا على المناطق الحدودية، أقصى شرق رفح، والسنوار قضى في أقصى غرب رفح وفي منطقة بعيدة جدا، لا يمكن أن يكون قد قطع هذه المسافة لا من تحت الأرض ولا من فوق الأرض. وهذا يدلل أن الناطق باسم الجيش كان يحلل في جانب من الجوانب ويخمن ويتوقع أن السنوار كان لكي يحاول أن يجبر طبعا شيئا من رواياتهم السابقة أن السنوار كان يتضرع بالمدنيين، لكن لم يستطيعوا بعد هذه الصور التي ظهرت أن ينكروا أنه قاتل، وأن ينكروا أنه لم يكن معروفا في اللحظات الأولى التي قاتل فيها، وأنه آخر من قضى شهيد في هذه الثلة التي كانت برفقته، وبالفعل آخر من صمد في هذا المكان، وضربت قذيفة أولى وجرى اشتباك وضربت قذيفة ثانية وضرب صاروخ مضاد للدروع، وفي اليوم أدخلت الدرون طبعا بعدها ضرب الصاروخ المضاد للدروع وضربت قذيفة الدبابة مرة أخرى، وفي اليوم والغريب أنهم لم يستطيعوا أو لم يتجرأوا يعني اقتحام البيت إلا في اليوم التالي. بالضبط، في اليوم الثاني عندما ذهبوا، وطبعا ذهبوا علهم يصلوا إلى وثائق، علهم يضعوا أيديهم على مخدرات، لأنهم بالنسبة لهم وهذا بات سلوك معتاد بالنسبة لهم أنه بعض البيوت التي تقصف يبقى تحت أعداد عسكري يعاد استخدامه من قبل المقاومين، فهم ذاهبون حتى يضعوا أيديهم على هذا العتاد ولا يبقى هذا العتاد موجودا، فإذا بهم يجد جسده الشريف السنوار رحمة الله عليه. ويعني تخرج الصور، هم كانوا بالمناسبة لو كان هناك من إحكام مثلا في هذا الجهد الأمني والاستخباراتي والعسكري
كان بإمكانهم أن يأخذوا جثمانه أن يضعوه بجانب، يضعوه في نفق ما، يضعوه في مكان مختلف، في مكان يوجد فيه طعام شراب، كانوا بإمكانهم صناعة رواية متكاملة، لكن لم يوفقوا في ذلك، وأراد وكانت إرادة الله غالبة أن يخرج هذا المشهد الاستثنائي. واعترفوا أنه أيضا في موقعه هذا حيث استشهد لم يكن يبعد على موقع عسكري صهيوني أو مربض عربات عسكرية ودبابات إلا 300 متر فقط، وهذا يدلل كما قال بعض النشطاء على الجرأة في رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو في الصفوف الأولى. أود أن أسأل أيضا عن الترحاب والحفاوة والمديح الأمريكي لهذا الحدث على ما يدلل بنظرك. كل المسؤولين الأمريكيين تقريبا أشادوا وباركوا للمحتل هذه العملية. الاحتلال الأمريكي يعني أو الاحتلال الصهيوني على تماس مع الأمريكي في كل الخطوات، والأمريكي بالنسبة له هو من يقود هذا المشروع، يريد أن يستأصل شأفة المقاومة من كافة محاورها ومن كافة جبهاتها. هذا الهم الكبير بالنسبة لأمريكا. لماذا؟ لأن صورة أمريكا يعني تمزقت في المنطقة وسقطت، ولم يبقى لها لا من ناحية أخلاقية ولا من ناحية حتى عسكرية، عندما نتحدث عن عدم قدرتها على حماية السفن في المنطقة، عندما نتحدث عن الفشل الاستخباراتي في التنبؤ ب7 أكتوبر، عندما نتحدث عن كثير من العمليات التي نفذت بعد ذلك، هذا كله جعل من الأمريكان في حالة صعبة، جعل الأمريكان اليوم يدخلون حتى النهاية ويغامرون بما تبقى من قيم وأخلاق ومبادئ كانوا يتغنون بها. وهم اليوم طبعا فرحون أن مثل هذه الشخصيات القوية في حركات المقاومة والشخصيات الثائرة عندما تقضي بالنسبة لهم صحيح تترك أثر وتترك بصمة، ولكن أن يتعاملوا مع جهات في ظنهم أنها مردوعة أو أنها بعيدة عن الميدان، هذا سيكون مختلف تماما عندما يتعاملوا مع شخصيات تقاتل من الميدان ولديها من الرصيد الثوري والتماس على الأرض الشيء الكبير. باختصار أيضا لو سمحت سيد الفرة، فيما يتعلق بغياب المواقف العربية الرسمية، مذهل الحقيقة أن تغيب كل المواقف العربية الرسمية في حدث كبير مثل هذا في مقابل موقف جريء الحقيقة للأزهر الشريف. يعني موقف الأزهر وموقف آخر من ليبيا، ولعل بعد ذلك تتابع أيضا مواقف الغير الرسمية خلنا نقول، لكن الموقف الرسمي واضح من اليوم الأول، هذا ما حدث في طوفان الأقصى وتبعه، هذا أمر استثنائي عرى كل هذه الأنظمة وجعل منها يعني حالة من حالات الألعوبة التي يتلاعب بها الاحتلال الصهيوني. كانوا لطالما درسوا الأطفال وشعوبهم أن هذا الاحتلال احتلال لا يقهر، هذه إسرائيل التي لا تهزم، السلام ليس خيار بقدر ما هو يعني احنا مفروض علينا هذا السلام. لماذا؟ لان مواجهه اسرائيل يعني دمار، يعني اننا لا نستطيع مواجهتها ولا نستطيع ازالتها. اليوم استطاعت المقاومه الفلسطينيه واستطاع الشرفاء في هذا العالم العربي والاسلامي استطاعوا أن يعني يصنعوا تراجيديا جديده، واستطاعوا ان يكسروا هذه الصوره النمطيه، واستطاعوا أن يدللوا بالحديد والنار وبدمائهم أن إسرائيل بالإمكان أن تزول وبالإمكان سحقها وبالإمكان تجاوز كل هذه العظمة التي بلغتها بفعل الإسناد الغربي والأمريكي. أختم معك بسؤال يتعلق بحركة حماس وأيضا هذه المقاومة وهذا الجهاد الآن في غزة والصفقة المنتظرة، ماذا بعد السنوار فيما يتعلق بحركة حماس وما يتعلق بطوفان الأقصى وما يتعلق أيضا بالصفقة كما هندسها الراحل يحيى السنوار؟ يعني حماس هي حركة مؤسساتية فيها مجلس شورى وفيها هيئات تنفيذية ومكاتب مركزية
ومنتشرة على مد السمع والبصر، وتعتبر من إحدى أكبر الحركات الإصلاحية والثورية والإسلامية في العالم العربي والإسلامي، حظيت بقدرة عالية على ضبط وتأطير أبنائها ومنتسبيها، وهي اليوم تذخر بعديد القيادات والنخب القيادية، ولطالما ربت حماس أبنائها أن طريق الشهادة هو جزء أساسي مما يسعى إليه هذا الكادر المنتسب لهذه الحركة، فهي بكل ثقة ماضية في مشروعها، مشروع استكمال هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، فالمعركة لازالت محتدمة والعدو لا نية له كما هو واضح على إغلاق هذه المعركة، بل العدو يحاول أن يصفي كافة القوى وكافة التوازنات التي من شأنها أن تمس بوجوده وتمس بهيبته في هذه المنطقة، وحتى يستعيد حالة من حالات الردع. لذلك حماس تستمر في هذه المعركة وسيقاتل أبنائها حتى الرمق الأخير، ومؤسستها القيادية ومؤسستها الشورية ستقوم بالاستبدالات اللازمة وتقوم بتقديم القيادات اللازمة، وهي جاهزة في تقديري لذلك، وتستطيع أن تتجاوز مثل هذه الضربات، بل إن حركة مثل حماس أعدت وجهزت لمثل هذا اليوم من قبل مؤسسيها ومن قبل كل الجهات النخبوية التي تقوم على توجيه فلسفة هذه الحركة. وإذا حركة مثل حماس ليست قادرة في مثل هذا اليوم على فعل ذلك، فنحن لا نتحدث عن أي يعني جهة قادرة على مجابهة أو مكافأة حتى حماس فيما صنعته في طوفان الأقصى وفيما قامت به من أعمال بطولية ستسجل لها في التاريخ وستكون بوابة من بوابات النصر في قادم الأيام. في جزئية الصفقة باعتقادك باختصار شديد سيد الفرة، هل سنرى ربما ليونة من حماس بعد رحيل السنوار أم العكس هو ما سيحصل؟ يعني حماس واضحة فيما وضعته من محددات، المحددات هي ليست محددات السنوار، هذه المحددات هي التي مضى فيها إسماعيل هنية وقيادة المكتب السياسي منذ بداية هذه المعركة، لكن المرونة التي كان ينتظرها الاحتلال كان ينتظرها فيما يتعلق ب يعني تقديم التنازلات، اي تنازلات من الممكن ان تقدمها اليوم حماس بعد ان قدمت قياداتها وقدمت حكمها وقدمت يعني منظومه امنها ومنظومه عسكرها. مثل حماس ليست الاحتلال اخطا في قراءه حماس من ناحيه الاداره والحكم والسلطه، وظن ان حماس قد ابتلعتها هذه المنظومه كما ابتلعت منظومة الحكم والسلطة العديد من الشخصيات سواء اليسارية أو اليمينية في كل هذا العالم. هذه منظومة الحكم والسلطة منظومة يعني قاهرة للإنسان وتستطيع أن تتغلب على الحركات وعلى الأفراد، لكن حماس التي اليوم قدمت كل ما تملك على الطاولة لا يمكن أن تتحدث اليوم قيادتها عن تنازلات تذكر في ظل عظيم التضحيات والدماء التي اليوم هم مسؤولون عن الدفاع عنها وعن مواصلة حفظ أمانتها في طاولة المفاوضات كما يحدث في الميدان. الأستاذ عبد الرحمن الفرة الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.